لما ضيعت النساء مسؤولياتها. مسؤولية الأم إنما هي في البيت، تربية أولادها والقيام بأعمال البيت، فهي مسؤوليتها ووظيفتها في البيت. أما أنها تخرج للأعمال هذا خلاف الأصل، وهذا يضيع على المسلمين الشيء الكثير. مع أن المربيات غير مشفقات على الأطفال، وأيضاً ربما يكون لهن توجيه سيء، أن تكون كافرة يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو وثنية، فتربي الطفل على دينها، تربي الطفل على دينها، وهذا حصل منه وقائع. فليت المسلمين يتنبهون لهذا الأمر الخطير، وليت النساء تعود إلى رشدها وأن تقوم بأعمالها التي هي فرض عليها. كيف تضيع أولادها وتذهب للأعمال؟ هذا خطر عظيم على المجتمع وعلى الأولاد، فليت المسلمين يتنبهون لهذا الشيء ولا يستمعون للدعايات المغرضة في أن المرأة معطلة، نصف المجتمع معطل، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. فالبيوت أعمالها كثيرة، البيوت أعمالها كثيرة، ولا يقوم بها إلا النساء، مهما قالوا لا يقوم بأعمال البيوت إلا النساء.